بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. إخواني أخواتي، ها نحن مع الحلقة 20 مع برنامج رتب رمضانك. الأيام قد انقضت والقلائل قد بدأت. بدأنا بالعشر الأواخر في الثلث الأخير من هذا الشهر المبارك. تقول عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر الأواخر شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليلة وهجر فراشه. بل كان يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل شهر، في كل سنة من شهر رمضان 10 ليالي، إلا العام الذي قد قبض فيه روحه فاعتكف 20 يوما. لذلك بدأت ليالي وأيام الاعتكافات، والاعتكاف عكوف القلب على التضرع للواحد الأحد والانقطاع عن الدنيا وزينتها وشهواتها، بحيث لا يصير في القلب إلا هم واحد هو الله. قال ابن رجب رحمه الله: الاعتكاف انقطاع العلائق عن الخوالق، والتفرغ بالاتصال إلى الخالق. فلذلك هل أنت مستعد للاعتكاف؟ فيها أيام مباركة، بل قال الله عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة واحدة تعد العبادة 83 سنة، وهي في العشر الأواخر من رمضان. فهيا بنا، شد المئزر وأيقظ أهلك واهجر فراشك، فإن الأيام قلائل والأجر عند الله عظيم. رزقنا الله وإياكم ليلة القدر والقيام بليلة القدر، على أمل اللقاء بكم في حلقة الغد بإذن الله. نستودعكم الله.